بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نوفق في التحضيرات التالية، خاصة من كثر الحديث والاهتمام بالرقية، وأغلب من يتعاطون هم من شذاذ، ليسوا من الناس الأسوياء ولا الأتقياء، الأنقياء الأوفياء لدين الله. والعياذ بكم، هم يدعون ما ليس فيهم. يقول اليوم حفاظ قرآن، والقرآن يلعنهم، ويقول هم عندهم فقه، وفقههم ليس فهو دخيل على فقه الإسلام. إذا احذروا هؤلاء، لأنه قاعدين يعبثوا بأدمغتكم ويمتهنون قدركم، ومن أكاذيبهم ولات بلا أشياء يقينيات عندكم، ولا همكم بالليل والنهار أن تلتقون بهم، سواء كان على خط الإنترنت ولا خط الهاتف، ولا تنتقل إلى المكان الذي هو يمثل فيه تبديلا سيئا رديئا. اعذروهم، إنهم أهل كذب والافتراء والادعاء باطل. احذروهم يرحمكم الله. وكذلك بالمثل من يدعون انهم يفسرون الاحلام. يا ولدي، الاحلام هي رموز سوق ربي اثناء النوم، سواء كان بالليل او عند القيلوله، لانه في القيلوله فما من تطول به القيلوله حتى يدخل في اجواء صالحه للحلم وللرؤيه. هؤلاء اللي يعرفوا الاسرار بتاع الرؤيه كيف تفسر، هم أهل الله، يعرفوا اللي فما تحذير فما تبشير، وأمم ما عد المرء بنفسك، كما قال الرسول الكريم عليه الصلاة والتسليم، يقول إما بشرى من الرحمن أو تحزين من الشيطان أو من يحدث المرء بنفسه. هؤلاء الناس العارفين القلة يا ناس، مش اللي يجي يسود وجهه وقت تعتبره فحام. ربي سود وجهه لأنه من أسخط الله، فإذا به اللي قابل الناس ووجهه مسود، ليس بالسحاق، ليس برماد، ليس بدقائق الفحم، لا، يسود وجهه بما يعكس الظلمات التي يعانيها قلبه وشغاف قلبه. هؤلاء المسودة وجوههم، ترون أن نفسكم إذا كنتم مؤمن صادقين تعاف، نفسكم تعافهم، لأن ربي سبحانه وتعالى يعطيكم من الفراسة ما يعينكم على فهم هؤلاء وكشف أسرارهم. ولابد أن ننعتهم بما يليق بهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نذكر الفاسق بما فيك لكي يحذره الناس. والحلم أو الرؤية ما تكون تتعرف إلا باللوازم، هي أن يدخل على التأويل لابد أن يكون من أهل التوحيد حتى يهدي ربي إلى الكلمة الصحيحة، وبالتالي يجتهد في التأويل. ولابد أن يكون حاذقا للغة، يعلم أسرارها ويعلم توليداتها ويعلم مكانة الرموز ومكانة الآيات التي ذكرت القرآن، التي لا صلة بالرؤى، كيف رؤية سيدنا يوسف عليه السلام، ورؤى فرعون، ورؤى يعني كثير من الرؤى ذكرت القرآن، والله ذكر بلا بعض أسرارها، السنبلات والأبقار وأحد عشر نجما والشمس والقمر، كل ما ربي سبحانه وتعالى ذكرهم بما يليق، حتى بلا الإنسان يستفيد من القرآن في ميدان تأويل الأحلام والرؤى. وكذلك لابد أن يعلم أن الذين بشيء أول لا يكشف الغيب، بل هو يجتهد، ومن اجتهد وصف له أجران، وما اجتهد ولم يصف فله أجر واحد، لأنه في خطائه رحمة لمن رأى الرؤيا، لأنه ربما حين أول له وهو الحلم ليس كذلك، مش يقع في الواقع، ربما خلك الإنسان هذاك يولي
كان قالوا لكم شيء مصيبه يقول يجري للتوبه، يقول يا رب راني كملت توا الان انا سلمت امري لك فاغفر لي. والله سبحانه وتعالى يفرح بهذا الرجوع، لان وليت هنا دائما امرنا كله خير، حتى وان كان المؤول على خط غير لائق غير صحيح ليس له علاقه بما سيقع. شوف ربنا ما ارحمه حتى بتاويل الرؤى والاحلام. كذلك لابد الانسان اللي يمشي اول يكون عنده رصيد كبير لغوي، يعني مع اللغات الاخرى، يعني يقدر على التلاقي بين ثقافات لغات اخرى وحضارات أمكنة أخرى وأزمنة أخرى. لابد أن يكون عنده حظ وافر من هذا، لهذا كليك بمجموعه وكيمياويته يعينه على الاهتداء إلى أسلم التأويلات. هكذا يكون الأمر لنا المسلمين، نحن أهل جد وأهل ذوق رفيع. وقال ربي واسأل ذكر إن كنتم لا تعلمون، اللي هذا مش اللي يجيح يفسر لك من بوك خوك كذا، ممكن يكون من فصيلتك، يعني مؤمن رباني ولا مؤمنة ربانية، من يكونوا فاهمين يعطيك الصدى نفسيتك وهي حالمة، فتستعان بما أتاك من تأويلاتهم. هذا يكون. أما عموما يعني في غالب الأيام تلقى الناس أهلهم أشأم منهم وأهلهم ورطين أكثر منهم، بحيث ما يجموش يعاونوهم في التأويل الصحيح، ولا يحذروا التأويل الذي ليس له مصدر صحيح، مصدر من فيه ثقة وفيه مصداقية. وكذلك يجبكم تعلموا اللي مشي أول ربما يتعامل معك بمصلحة يبشرك، وحيث لا سبيل البشرى بل إلى التحذير. هذا كذلك يلوج كيفاش ياخذ منك شيء، كما نقول مسلم كسبت بالعاميه، يعني ياخذ منك شيء لانك بشرته منها كما بزفاف ولا بشرته باموال طائله وكل شيء، ولهذا تخرج كل ما عندك بما انك جاتك المراه اللي تحب عليها. والله اعلم بها، هي شؤم او هي منا بشرى، الله اعلم. هو قال لك فكره اللي انت مايل لها وبك تجي وراها باش تحقق الزواج، لكن هو كيضرب على الوتر هذاك طمع في مالك، ولهذا تخرج له بلا حساب كل ما عندك وتصبح من المفلسين ومن الملومين. يحذروا. وكثير من المخاطر الاخرى ان شاء الله يا رب يسلمنا نذكرها في قادم الايام. والسلام على من اتبع السلام.